الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. لا حمدك انا نجي 2022 هذه 22 يلا تحكم الوحش عندكم هنايا الوحش عندكم هنايا توني حلو العطب روعه هما ديجا اوفيسيلمون عملوا 17 28 تهلا خرجوا شي بوايه اخويا ان شاء الله سير راح يكون عندنا شحال هادي واحد الكابيس راح يكون عائلة يعرفوا دراية تما وعندو هذيك هو اللي غيكون يعني العين الصحنة وحدة ولهذا اقترحت في الوسط جون تشوف غير واحد يومين فاكرين بمعنى شوف بروف ميس وتشوف معاه كي كتشوف الاقتراح هذا واش اقتراح مزيان واش ماشي مزيان يعني ضروري غادي نشوفوا واش كاين كيسمحوا باش يعطيو لي تيران ديك الساعه صافي الناس باش نلعبوا لي ماتش اميكا نشكروا الاخوه الكاملين ونشكروا الرياضيين كاملين ونشكروا الاخ نوردين اللي كسهر على هذه الفرقه هذه والمجهود ديالو تحيه للاخوه الكاملين وشكرا بزاف رئيس نور الدين العسيري على العرض هذه وكنتمنوا يكون كل شيء بخير وطوب الشفاء من اي جماعة المسلمين لسه السيمانه ديال بلاك ديال الجوز ومن بعد تصوت ان شاء الله نقول ماكسيموم واحد شهرين ونص شهرين ونص ان شاء الله نشوف مارس ان شاء الله السلام عليكم واش راكم زيادين ها واش راكم زيادين يلا صحتكم بعدا كنشكرك نور الدين اخاي صراحه هي هادي كنشكر الجيران الاولاني زعما خديمين معنا كتعطينا زعما واحد الحماس صراحه هي هادي وكنشكر الرئيس على الدعوه اللي كيقوم بها بصراحه الرئيس ما كيخلي الفرقه حتى شي حاجه ناقصه وكنشكر اخ ديالنا حسين بن زياد اللي قام بالزياره جمع عندنا اخاي صراحه انسان طيب لا هو ولا حافظ العائله دائما معنا هذا محب الفريق ديال مدينه طنجه كامله يعني محمد سيمو الشدة يعني كيرجع له الفرد كبير مدرسه عبد الرحمن الحيني وكيقوم بالتكريم ديال الاساتذه يعني دائما كتجرو الصفق نتيجه يعني سعيده للجميع ومن داخل المقال ديالنا ديال هذا الديكشن اليوم قمنا بواحد غداء وجبه غداء اللي الحمد لله عرفنا فيها جميع اللاعبين ديالنا وجميع بعد الجمهور حتى هو وكنتمناو تكون بدايه موفقه لنا ان شاء الله باش نواكبوا هذا المسار ديالنا الحمد لله احنا الاولانيين في الشامبيونه بكاط بوان دي كار وفي مدينة دلا كوب كنتمناو هذا الامبيونس تبقى كوميلي وان شاء الله لا فيكتوار على فان دو لا سيزون ان شاء الله شكرا هو عائلة بن العيد
سنة سعيدة على جميع أحباء، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى الدخول في الصحة والعافية، وكنتمنوا يكونوا ودعنا واحد السنة صراحة اللي كانت شوية صعيبة على جميع، فقدنا فيها بعض الإخوان وبعض الأحباب والعائلة، وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى هذه السنة الجديدة الدخول في الصحة والعافية. كما كتعرف اخ نور الدين، حنايا في الجمعيه دائما كنقوموا ملي كتجي شي صدفه او شي فرصه كتكون سانحه، كنبغيو نعملوا واحد وجبه غداء او وجبه عشاء او وجبه فطور، باش كنتلاقاو جميع الاحباب لصله الرحيم اولا. وتينا كما كتعرف بعد عام ديال بحال غنقولوا مقابلات واجتماعات والمنظم المسائل ديالو الشخصيه في العمل وفي الاسره ديالو، كيكون ديك متنفس، اللي كنقولوا المتنفس هو ده الجمع على هذا الجمع الحمد لله. وكما كنقولوا دائما فنظره الاسريه عائله بين الاخوان جميع فئات، يعني فئه كره القدم ولا فئه ديال الناس اللي عندها الموسيقى كما كتشوف، ومرحبا دائما بالجميع. نعم حصل هذا واحد الخبر مؤسف صراحة، خلينا نقولوا خبر مؤسف. علاش؟ علاش كنا صراحة في واحد الريتم مزيان، كنا في واحد الريتم مزيان الحمد لله، وصلنا للدور فينال ديال لاكوب في البطولة، حنا في المرتبة الأولى. هذا ماشي هو الهدف اللي كنقول دائما، ولكن هادو بين الأسباب اللي كتموتيفي الدراري باش كيقولوا دائما كيشوفوا بغارتهم شي حاجة. حنا الهدف ديالنا مقابلة. هذا الخبر هذا غادي يصعب علينا بزاف ديال الحاجات، ولكن غادي نحاولوا ما امكن اذا كان بوسيبل نعملوا مقابله حبيه ونشوفوا واش نقدروا، حيت دابا بحال اللي كنقول لك كنا باغيين نعملوا واحد السفر وكان ما عندناش الوقت، ولكن دابا غادي نحاولوا ما امكن نشوفوا شي سفريه باش يكونوا الاخوان كاملين فيها، حاولوا ما امكن واذا كان ممكن نعملوا مقابله حبيه ان شاء الله نشوفوا واش نعملوا مقابله حبيه. هذا هو، نعم هذا هو الحل. صراحه فقدنا اول حاجه صديق ولاعب كبير معروف على الساحه هنايا في الوتر، كنتمنوا من الله الشفاء العاجل اخونا كريم ويرجع الحياه ديالو اليوميه بعدا عادي يرجع للحياه ديالو الرياضيه. بالنسبه لنا خاي نور الدين، هذه واحد الكلمه كنقولها دائما، كنقولها دائما، عندنا حنا بعض اللاعبين اللي صراحه كيكونوا اضافه للفريق، ولكن المنهجيه ديالنا حنايا سورتو انا ملي كنشوف دائما كنعتمد على واحد المجموعه، ما كنعتمدش على واحد الفرد. وخير دليل اللي بس تعرف الكلام ديالي صحيح، هو وصلنا لواحد المقابله في حق روسين تشكربيك، وكانوا عندنا ثلاثه الملاعبين اهم لاعبين اللي كانوا كيلعبوا اساسيين في الفريق، ما كانوش واجدين ديك المقابله هذه، وتمكننا باش الحمد لله بالعزيمه الدراري والاصرار تمكننا الحمد لله باش نفوزوا في الفينال ديالنا. وقدر الله ما شاء خير نور الدين، ولكن تعرف واحد الحاجه، دابا الاخوان اللي كيلعبوا مع الاخ كريم عندهم الشامبيون صعيبه، ولكن لو بليبار ديالهم كيلعب بطولات اخرين، يعني ملي كتوصل سيرتاناج ما كتعملش لونترينمون وتوصل تينا تلعب مقابلات واحد النيفو كبير، راه سي نورمال غاتعرض للاصابه، خصهم اللاعبين يعرفوها. راه كريم تعرض للاصابه نهار السبت وهو كيلعب معنا الحاد، كيلعب الاربع ميني فوت بزاف، فهمتيني؟ هذا هو المشكل، هذا اللي خصهم يعرفها الجميع. ملي كتوصل واحد سيرتاناج خصك تقلل من المقابلات اللي كيكونوا في واحد النيفو عالي، حيت ما يمكن لكش تلعبوا، ويكون لونترينمون، حيت اليوم
بحال دابا اللي كنشوفوا حنايا بطولات العمال هادي واحد 5 سنين ولا 7 سنين اولا غير العام اللي فات مع هذا العام هذا فرق كبير راه بدا كيدخلوا فيها لي جون بزاف ملي كتشوف تينا فرقه عندها 3 4 لاعبيات عنده 33 سنه ما بقاتش بطوله ديال طرافايز في تيرون رجعت فيها تشبيه بزاف نعم يعني مقابلات كيجوزوا قاصحين وكيجوز فيهم واحد الريتم عالي. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات لتتوصل بجديدنا دائما.